المباشر، حيث نتابع معكم أضرار انقطاع التيار الكهربائي على سكان قطاع غزة. طبعا كل فئة من فئات القطاع تضررت بفعل انقطاع التيار الكهربائي، لكن المصانع في قطاع غزة منها من أغلق أبوابه ومنها من لا يزال يعمل بنصف الكمية الموجودة. طبعا جئناكم بأكثر المصانع ضررا، وهي مصنع العروسة للآيس كريم، وهو الذي عموده الفقري هو الكهرباء. طبعا مصنع سنريكم توقف بالكامل عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو قدوم الكهرباء إلى القطاع بقرابة 4 ساعات يوميا. معي غازي مشتهى مدير المصنع، سأتحدث معه. بداية يعطيك العافية وكل عام تبقى. أهلا وسهلا، أنت طيب إن شاء الله. طبعا شهر رمضان معروف أن هناك إقبال على المرطبات والمثلجات، لكن واقع قطاع غزة بالتأكيد هو مختلف عن باقي سكان العالم. واقعكم الآن كأصحاب مصانع مثلجات، كيف هو واقعكم في ظل انقطاع التيار الكهربائي؟ والله واقع أليم جدا. احنا الان تضررنا ضرر كبير خالص، لانه الكهرباء في شركة اسكم العروسة هي العمود الفقري للصناعة. اكثر شريحة في الصناعات المحلية تضررت هي صناعة الايس كريم والمبردات. احنا عندنا 70 لـ80 عامل، 70-80 عامل، هدول كل عامل 5 أو 6 أنفار عنده، يعني في حدود 400 شخص. هدول العمال عاطلين عن العمل، روحناهم لانه ما فيش كهرباء، الكهرباء هي اللي بتشغلنا المكن. زائد يعني احنا عندنا زباين اللي هو السوبر ماركت، البقالات، المولات، هذه لانه فيش كهرباء بتاخدش بضاعة من عنا، لانه وين تحط البضاعة؟ لازم يكون ثلاجاتهم وموجودة الكهرباء. فيعني الضرر صار كبير، العمال قاعدة عاطلة عن العمل، زائد نسبة البطالة ارتفعت، زائد نسبة الفقر ارتفعت. فإحنا بنطلب من الإخوة المسؤولين في كل الجهات، كل حسب مركزه، أنه ينظر إلنا بعين الاعتبار والاحترام، لأنه هذا مصنع وطني، حرام إحنا نعاني كتير. يكفي المعاناة اللي بنعانيها. احنا الان يعني عندنا حصار له اكثر حوالي 11 سنة، وهذا حصار اخر، انقطاع التيار الكهربائي هذا حصار اخر. فانا اللي بدي اياه انه الاخوة المسؤولين ينظروا بعين الاعتبار والعطف. طب لو سألنا مقدار خسائركم في هذا المصنع بسبب مشكلة انقطاع التيار الكهربائي؟ والله خسائر كبيرة جدا جدا جدا، يعني احنا بنوزع على جميع مدن الضفة الغربية اللي فلسطين، الخليل، بيت لحم، القدس، رام الله، نابلس، طول كرم، جنين، قلقيلية، المنطقة العربية في 48. زائد هنا تضررنا ملايين دولارات. الانتاج لا يقتصر على قطاع غزة وانما يصدر. اي نعم نصدر للخارج، والضرر كبير من انقطاع الكهرباء ومن الحصار. طب كمية الانتاج كم كانت تقدر؟ كمية الانتاج كنا نشتغل دورتين في النهار وفي الليل، لكن الان بنشتغلش يعني في الاسبوع 3-4 ساعات، لانه الكهرباء بتجيناش بانتظام اللي نقدر نرتب حالنا. طب هذا المكان اللي احنا بنصوره شو هو؟ مكان شو هذا؟ مكان لانتاج البوزة، يعني وفي مكان لانتاج عدة انواع من الايس كريم، بننتج الكاسات، الكونس اللي هو المحكن، الكوبايات، العبوات الكبيرة، كل يعني عنا احنا يعني حوالي اكثر من 30 صنف بننتجه. فهذا كله توقف لانه الانتاج بده ثلاجات وبده كهرباء تشغل المكن. شوف المكنة هذه مش خسارة تضل وقتها. هذه المكنة شو انتاجها؟ هذه المكنة بتنتج الكاسات والمحقن وعدة اصناف من الكاسات. منذ متى انتم متوقفون؟ يعني الواضح ان المصنع مغلق بالكامل، منذ متى بالتحديد؟ والله احنا الكهرباء يعني منذ انقطاع التيار الكهربائي
وكل يوم بيقللوا الكهرباء علينا. يعني من فترة طويلة ما انتم عارفين مشكلة الكهرباء في غزة كل يوم تزداد سوء. فيعني احنا بنتمنى انه المسؤولين يقفوا عند مسؤولياتهم وينظروا للقطاع. لماذا لم يعني مثلا يكون هناك عمل على المولدات؟ ولا المشكلة مش عندكم عند المحلات؟ احنا افترض انه وفرنا مولد، المولد اللي بدنا نوفره بس يكفي لحفظ البضاعة اللي في الثلاجات عندنا. لكن من المحلات التجارية، البقالات، السوبر ماركت، ما عندها كهرباء ما بتشتري منها بضاعة، رجعت الثلاجات. لقيت انا بفرجيك الثلاجات اللي رجعتها. حنوصلها ان شاء الله. طيب خلينا نسير في المصنع الان. كما تشاهدون وتلاحظون مشاهدين الكرام، توقف تام لمصنع كان من افضل المصانع، او خلينا نتكلم انه من اكثر المصانع انتاجا في قطاع غزة. واضح انه لا يعمل، وكما تحدث الفئة العاملة الان جميعها في البيوت الا ما ندر بعض العمال متواجدين هنا. طيب خلينا نتحدث استاذ غازي، في النهاية كيف تتعاملون مع هذه الخسارات؟ يعني هذه خسارات كبيرة لكم في مصانع قطاع. والله خسارات كبيرة جدا. يعني احنا قاعدين بنستلف من هنا ومن هنا عشان ندبر امورنا، لانه علينا التزامات. هذا موسمنا في الصيف، موسم الانتاج. طب لو تحدثنا كم كان انتاجكم في السابق في الوقت الطبيعي؟ يعني ما في كان مشاكل؟ والله احنا كنا ننتج 24 ساعة، نشتغل تو شيفت ننتج، وشغلنا كويس وممتاز يعني. لكن الان ما فيش حاجة ابدا، بل متضررين. يعني احنا عشان نشغل المولد اللي يحفظ البضاعة اللي في الثلاجات الكبيرة بدنا سولر. اليوم وقفنا لانه ما فيش فلوس نشتري سولر، فوضع كارثي يعني جدا يعني. طب انت تحدثت لي كم عدد العمال اللي جالسوا في البيوت؟ احنا عندنا حوالي بين 70 ل 80 عامل، ولما يصير شغل كتير بيصيروا فوق 100. الان هدول كلهم قاعدين في البيوت الا من اكم عامل 4 5 للصيانة. خلينا نروح للسادة المشاهدين موضوع المزيد من المكن المتوقف. طبعا شو الانتاج كان هنا في هذا المكان؟ هنا انا المكنة هذه مكنة ضخمة بتنتج الحبة ام العودة. عدة اصناف منها، حليب، ليمون، وبتنتج كميات كبيرة. لكن الان هيكون شايفين واقفة وما فيش اي حركة، وهذا حرام. مكان كبير حقه ملايين الدولارات، فمش عارفين ايش نسوي. والله ما احنا عارفين لمين نتوجه، بس احنا نشكوهم الى الله، نشكوهم الى الله، لانه هم قاعدين هنا في غزة ناس تجار كبار وشركات كبيرة قاعدة بتنهار وبتفلس، فهذا حرام. العالم يجب على العالم الانساني اللي بيقولوا عالم حر وديمقراطي، يجب ان ينظر الى غزة، لانه هنا بني ادمين لازم نهتم فيهم ونحترم إنسانيتهم. طيب مشاهدينا، بالتأكيد الخسارة كبيرة في مصانع قطاع غزة، وهذه أحد المصانع، هذا المكان أحد المصانع. قد نريكم الآن الثلاجات المتوقفة. طبعا هذه الثلاجات لأصحاب المحلات التجارية التي يصدر لها هذا المصنع، طبعا تم إرجاعها. اشرح لنا عن المشكلة هذه. المشكلة انه الزباين اللي هي المحلات بتاخذ بضاعة بتحطها في الثلاجة، بتقطع الكهرباء، بتخرب البضاعة، اذا في خسارة عندهم مستمرة. فقال لك لا احنا بنرجع الثلاجات يا عمي، وما بدنا الشغل لغاية ما ربنا يصلح الكهرباء. بس هذا هو. لو رجعت الكهرباء على الاقل 6 أو 8 ساعات ممكن يكون في حل؟ لا مش حل كامل، ممكن جزئي جزئي، لانه الايس كريم بده تيار كهربي مستمر عشان تضل البضاعه ماسكه حالها وفي رونقها وطعمها الكويس. اشكرك جزيلا استاذ غازي مشتهى على هذا اللقاء. طبعا مشاهدينا، في النهايه واقع المصانع في قطاع غزه سيء جدا. إن تحدثنا عن مصنع كبير كهذا المصنع ويعمل بهذه الصورة توقف بالكامل، كما تحدث صاحب المصنع هناك ملايين
الدولارات صرفت على هذه الماكينات، الإنتاج الذي كان في هذه الماكينات توقف، العمال ما يقرب من 80 عامل توقف عن العمل، وفي كما يتحدث صالة أخرى بها أيضا مزيد من الماكينات كلها متوقفة، والسبب قضية مشكلة الكهرباء التي أدت إلى خسارات كبيرة للتجار بل والمحال التجارية التي توقفت عن استخدام واستهلاك هذه المنتجات. مشاهدينا، على أمل أن نلتقيكم في جولات قادمة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.